حالة من الحزن بيعيشها النهارده جمهور الاهلي بعد التعادل مع الداخليه في اللحظات الاخيره بنتيجه 2-2. طبعا خليني اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان ناري جدا النهارده سواء في الملعب او في المدرجات. طبعا في البدايه كده النهارده يعني النهارده الكابتن طارق سليمان مدرب حراس الاهلي اول لما نزل الملعب كان في احد الاشخاص كده لابس تيشيرت موجود عليه الاعلامي الراحل محمد السباعي يعني بس كده التيشيرت، وكان باين عليه اللي هو متاثر بوفاه الراحل محمد السباعي ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله. النهارده طبعا مستر لاسارتي المدرب الجديد للنادي الاهلي كان موجود هو وجهازه المعاون النهارده في مدرجات بيتر سبورت بيتابع اللقاء، كان باين اللي هو ملاحظ كل حاجه بتحصل، كان بيأيد كل حاجه يعني على طول كده في الورقه اللي كانت معانا. اتكلمتكم على اللقاء، الاجواء كانت سخنه جدا النهارده سواء على الدكك او في المدرجات. النهارده محمد يوسف من اول لحظه كان بيطالب لعيبه الاهلي اللي هي تنقل الكوره لقدام على طول ويطلعوا على طول. علاء عبد العال النهارده كان باين عليه الانفعال بشكل مستمر، انفعل اكتر من مره كده على لعيبته بسبب الاداء قدام الاهلي في الشوط الاول، لكن النهارده بقى الجاهزين هم اللي دخلوا في شده قويه جدا مع حكم اللقاء اثناء المباراه. علاء عبد العال وجهازه اعترضوا عليه بشكل قوي اكتر من مره، كان برده الكابتن محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ اعترضوا برده بشكل قوي على الحكم، كان باين الجاهزين اللي هم مش عاجبهم الاداء التحكيمي النهارده للمباراه، وده اللي ظهر بعد ما انتهى الشوط الاول. راح احد كده مسؤولي واداري نادي الداخليه عشان يعترض على الحكم، لكن يعني شاور له كده وقال له اطلع بره على طول ما اتكلمش معاه ومشى على طول. النهارده بقى جماهير الاهلي هي اللي هاجمت حكم اللقاء بشكل قوي جدا وهو خارج بعد انتهاء الشوط الاول، كان باين اللي هو مش عجبهم اداؤه التحكيمي نهائيا. الشوط الثاني بقى كانت الدنيا سخنه جدا جدا، لكن الاهلي سرق الماتش سريعا سريعا كده في اللحظات الاولى. اول لما احرز هدف تقدم في الدقيقه 49 كان في حاله من السعاده قويه جدا النهارده على كل دكه الاهلي وعلى كل الجمهور. اول لما جه الجول الاول علاء عبد العال بقى ظهرت عليه الصدمه القويه جدا، انفعل بشكل قوي جدا على لعيبته بعد جول الاهلي، بدا يعني جمهور الاهلي يحتفل كده. كان في النهارده بقى من وقت للتاني كده محمد صبحي اللي كان موجود كان وقت للتاني كده بيقف يتكلم مع حكم الخامس اللي كان وراه، يعني كان كل لما تروح الهجمه ناحيه اكرامي كان دايما يقف اللي هو يتكلم مع الحكم الخامس. الدنيا بقى شدت جدا عند جمهور الاهلي اول لما جه هجم جمهور التعادل كده بتاع الداخليه، كان في احتفال قوي جدا عند الداخليه وجهازه، كان في صدمه باينه على كل دكه الاهلي. بدا بقى جمهور الاهلي كده يشد مع حسام باول بشكل قوي، هجم حسام باول اكتر من مره، لكن حسام باول بقى كان ليه رد غريب كده يعني عمل حركه كده لجماهير الاهلي بازازه الميه، دي اللي خلت الجمهور يشتموا اكتر واكتر. ده بقى خلى الحكم الخامس اللي كان موجود على الخط ينادي حسام باولو ودخل برده معاه في شده كده، لانه قال له يعني لو دخلت مع الجمهور في شده تاني هبلغ الحكم وهتاخد انذار. كانت الاجواء شده جدا جدا سواء عند جمهور الاهلي او في الملعب. اول لما جه الجول الثاني بقى كانت الصدمه القويه جدا باينه على مسؤولي الاهلي اللي كانوا موجودين النهارده في المدرجات، احتفال قوي جدا عند لعيبه يعني الداخليه وعلى جهازهم. جمهور الاهلي بقى بنت عليه الصدمه القويه جدا بعد الجول اللي جه في الدقيقه 82 الجول الثاني، كان باين ان جمهور الاهلي خلاص حس ان الماتش كده بيضيع، وده اللي ظهر بقى. اول لما جه الجول الثاني الاهلي التعادل ظهرت سعاده على مستر لاسيرتي، كان باين ان هو عايز يخرج باي نتيجه ايجابيه مش عايز يخسر برده الثلاث نقط، لكن دكه الاهلي كان واضح ان هم يعني عندهم امل ان لسه في وقت باقي في الوقت بدل الضايع، وده اللي ظهر اول لما بداوا ينادوا اللعيبه رجعوا بسرعه وكملوا يعني، لكن حكم اللقاء لها الماتش على طول، وده بقى اللي اغضب سيد عبد الحفيظ ولاعبي الاهلي انفعلهم بشكل قوي جدا. سيد عبد الحفيظ كان باين عليه الانفعال قوي جدا بعد انتهاء اللقاء هو ومحمد يوسف، ما كانوش مصدقين ان الماتش خلص يعني بسرعه كده، يعني كان باين ان هم مش عاجبهم النتيجه، وكان باين ان هم يعني مستنيين اي يعني اي اضافيه. مؤمن زكريا بقى هو اللي راح اعترض على الحكم بشكل قوي، لكن يعني سيد عبد الحفيظ كان حريص ان هو يبعده عن التعامل مع الحكم خالص. كل بقى النهارده الجمهور هجمه جمهور الاهلي هجمه الحكم بشكل قوي جدا بعد انتهاء اللقاء، حدفته بازايز الميه كده وده اللي خلاه يجري على طول كده ويغادر الملعب على طول، هجمه حسام باولي بشكل قوي. يعني النهارده حاله من الحزن بتسيطر على كل جماهير الاهلي اللي كانت موجوده في مدرجات بيترو سبورت بسبب خسارتهم ضد غاليين في مسابقه الدوري. بنقول لهم النهارده يعني هارد لك للاهلي، وبرده الداخليه كان الحزن باين عليهم بعد انتهاء اللقاء، يعني نقطه لكل فريق كده يطلعوا متراضيين. هارد لك للاهلي، هارد لك للداخليه، وموفق باذن الله في باقي الماتشات.